انك ترى ممكن تكون انت سبب حفظ اليتيم عن امور الخراب، حفظ اليتيم عن امور كثيره، ان تكون من سبب سعاده اليتيم في التعليم، في الوظيفه، في طلب العلم، انت من تساعد اليتيم في 300 ريال ممكن تنقذ حياه شخص 70 الى 60 سنه. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بالنسبه يم انت قلت كلام جميل في قضيه مثلا لا حد سمع طاري الوقف مثلا ممكن قد ما يعجبه الطرح هذا او كذا. انا في المدرسه عندي عايش بعض اليتمان في كذا طالب يتيم. فلذلك ترى اذا جاء طاري اليتيم اتكلم ترى بدون شعور لاني اعي ما يحتاجه اليتيم. اعي فعلا ما يحتاجه ايش؟ اليتيم. الجمعه الماضيه بعد صلاه الجمعه هنا كنا هنا وفقره قهوه الجمعه. وتكلمنا عن موقف اثر فيك في حياتك. الشباب والله احنا خمسه سته هنا كنا جالسين كل واحد جاب له موقف على الفقد، اللي فقد جده واللي فقد اقرب اخوياه واللي فقد. ترى اليتيم فقد اغلى ما يملك في الحياه. والدي ابوه وامه. يا اخي الان بعطيكم مثال. الحين دخلت البيت. حلو؟ يما والله العظيم انك صادق يا شيخ. صح ولا يا ربع؟ والله يما انا اتكلم عنكم انا شفر انا اول ما تدخل اصلا لا اراديا خلاص انا رجل الان كبير واتحمل مسؤوليتي انا يا رعد ومسؤوليه بيتي الخاصه انا يا رعد. مع ذلك اذا دخلت عند امي يما بس سمعت حسه في البيت خلاص ارتاح. والله العظيم تروح بعض الاحيان لجدتي امي تروح بعض الاحيان لجدتي تسير عليها اذا دخلت البيت ما لقيت امي البيت ما عاد له طعم. والله اني ادق والله اني اطلع والله اني اداور واطلع تمام واركب موتري واشوف الشغل اللي عندي واقضي. اذا ما لقيت امي وين؟ في البيت. يا اخي الام كانها رابطه طنب طاقت لها مسمار طنب حبل تربطك في البيت تجي غصب. يا رب البيت تحسها في البيت وجودها في البيت حياه. طيب يا 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 قلبي يا من تشاهدني الان اليتيم هذا ترى فاقد امه وفاقد ابوه. فاعذرنا احنا اذا اسهبنا وتكلمنا في الوقف هذا لان كل هدفنا فيه ان نصنع هالابتسامه حقت اليتيم. فارجوك عش معنا وحط نفسك في موقف هذا اليتيم. هل بتقول نفس الكلام اللي انت قلته؟ هل جواب اكيد؟ لا. عندك عيب بسيط. الله يبيض وجهكم، اللي يبغون يوصلون لكم الشباب ترى الان عندنا هذه جمعيه ونبغى والله نسعد هذا اليتيم. نبغى نسعد اللي الرسول قرن من كف اليتيم انه معه يوم القيامه. انا وكف اليتيم كهاتين في الجنه. عظمه توفيق وتسخير وتيسير ان الله يوفقك عشان تتبرع في هذا الوقت. ليش؟ لانك بتكون مع الرسول. اللي كلنا نتمنى ان نكون مع الرسول. وانت الان شوفت عينك المبنى الان موجود في مكه وداخل حدود الحرم اجور مضاعفه. انا والله اني رحت بنفسي وقفت على ارض الوقف دعيت الله عز وجل من كل قلبي يا رب اكمل هذا الوقف يا رب اسعدنا باكتمال هذا الوقف لان هذا الوقف بيكون لنا جاري. وانتم الان تشوفوا العمال والله العظيم جايين يوم جمعه قال ان بنشتغل حتى في يوم الجمعه. قلت له ليش؟ قال ميدي ان اليوم اللي بعده ترى بنشتغل من الصبح للعشاء. يقول لي انا بنصب الصبه ولازم نشتغل ولازم نخلص. قلت طيب اذا اكتمل الوقت كم في كم المده عشان يبنى المبنى؟ قال لي 3 شهور المبنى جاهز ان شاء الله الى 6 شهور. يا سلام. انت الان يعني ب 300 ريال بيكون لك وقف جاري مدى حياتك. فانا اقول لك يا من تسمعنا الان يا من الله عز وجل وهب هذا المال تبرع ولو بشق تمره. يا اخي سهم شامل 300 ريال عنك وعن والديك وعن اعمامك وخوالك وعماتك وخالاتك وابنائك وعن كل من احببت 300 ريال يكون لك وقف جاري. اقبل ترى والله انه توفيق وتيسير. يا اخي ان الله عز وجل يرزقك هذه الدوله العظيمه ثم يرزقنا هذه الجمعيات وعليها رقابه. مالك محسوب وين راح وين وصل. وتاكد ان هذا الوقف بيصل لليتيم لان الدوله حافظها الله ورعاها تهتم بكل امور اليتيم وبكل امور الجمعيات في القطاع الثالث. فانا اقول لك الوقف بين ايديكم. انا الجمعيه ارسلوا لي بعض التبرعات الناس اللي اختصهم ربي سبحانه وتعالى وناس الله عز وجل قال وقف جاري. بإذن الله نفعل السبب ونتوكل على الله عز وجل ثم يكون لنا وقف جاري مدى حياتنا. فأنا أقول لك يا باغي الخير أقبل. أقرأ عليكم بعض التبرعات.
واحدة كاتبة هنا: سلام عليكم، سبق وتبرعت المتسابق عبد الله الحربي، فالآن أنا أتبرع مرة ثانية وأسأل الله عز وجل أن يسعده. وما كتبت كم تبرعت، ولكنها عن نية المتسابق عبد الله الحربي، ويستاهل عبد الله الحربي والله يجزاها عنا خير الجزاء. كذلك تبرع ب 300 ريال سارة المسردي، وكذلك عندنا تبرع من منيرة الشهري: أتبرع عني وعن والدي وعن جدتي وأخواني وأخواتي وزوجات أخواني وعماتي، ولا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسونني من دعواتكم يا متابعين قرة الواقع. 300 ريال جعلت لي كل وقف جاري مدى حياتك. تقول لي يا مخرج أذان، طيب واحد يروح يدين شباب ثم نرجع إن شاء الله بعد الأذان. إيه، فخلنا نسهل في الحديث إلى أن على 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 ما يروح يدين أبو سيد. أنت رحت للمرحلة الأولى، المبنى الأول صح؟ نعم. ورحت المبنى الثاني. نعم. شعورك يوم انتهى المبنى الأول بصراحة؟ صراحة أبو سيد، والله الذي لا إله إلا هو كلام أنا بسأل عنه. إني يوم وقفت على أرض الجمعية إني حسيت بشعور غريب، شعور اللي هل هذا بيكون سبب من أسباب دخولي الجنة؟ هل هذا الشيء اللي بأسويه أنا اليوم بيكون لي وقف جاري مدى حياتي؟ هل هذا اللي اليوم بيكون هو أعظم أمنية في حياتي وأنا في قبري؟ حياتي وأنا في قبري، ترى هذه ما هي بحياتي الحقيقية، حياتي الحقيقية في قبري وعندما أحاسب عند الله عز وجل وعندما أدخل الجنة. هذه ترى هي ساعة نجعلها طاعة، اجعل هذه الساعة طاعة، الصدقة برهان، برهم بها محبة الله عز وجل. يا ربي أنا أحبك، وهذا المال اللي أنت أعطتني أنا أتبرع به في سبيلك. والله عز وجل يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله غني عنا وعن أموالنا وعن وجودنا، بس الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. تخيل تجد جبال من حسنات يوم القيامة. والله لو رجع الميت من قبره ليقول كما قال الله عز وجل في كتابه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. اليوم أنا أقول لك تصدق، وهذا الوقف عندك، وناس تبرعوا، ورعد تبرع، وسلطان تبرع، وكل من في هذا المجلس تبرع، لأن نطبق قول الله عز وجل: لا إله إلا الله إن تبدو صدقات في نعم ما هي. فأنا أقول لك تبرع يا بال الشعب، واسعد اليتيم، واسعد المحتاج، والفرصة بين يديك. الوقف الأول كملها الله عز وجل، فضل الله عز وجل ثم فضل متابعين قناة الواقع. واليوم حين جينا لكم بالوقف الثاني ونقول لك تبرع، ونقول لك الآن الكاشات على الشاشة: أسعد اليتيم، أسعد المحتاج، ترى هذا الوقف الله عز وجل متكفل فيه، والله عز وجل بيسره. فأقول لك يا باغي الخير، أقبل أقبل أقبل، الفرصة بين يديك، والجمعية كلها الآن يعني تقول نبغى نسعد هذا اليتيم. فنسأل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يسعد كل من تبرع في هذا الوقف، وأن يضاعف له أمواله، وأن يشفي مريضه، وأن يحفظ صحته وصحة أبنائه يا حي قيوم، ومن كان منهم مريضا. أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويعجل بشفائه يا حي قيوم. قبل تقريبا 3 أيام، طيب خلنا ننتقل للأذان ونرجع بعد الأذان. بسم الله.